مرة الكرة الماضية وكان تقدم عن طريق سولانكي يلعبها لموني موني يو ضاعت 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 يا ماني وضاعت معاه الأماني ماني وصل إلى فينالدوم فينالدوم الكرة ماشية وين العربية والرأسية صلاح يلعبها داخل منطقة الجزاء صلاح كرة ملعوبة ألكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء وين يا راجل وين خصوصا محاولة ماني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء والرأسية مباشرة وتمريرة حول منطقة الجزاء هنا للسلام والنقلة في الأمام والتسديدة ويا السلام يفعلها محمد صلاح يفعلها محمد صلاح ويطوع التاريخ تحت أقدامه أخيرا بعد صبر طال وانتظار طال صلاح يعانق الشباب بهدف ما أجمله المرور من جانب صلاح تقدم والبحث عن تسديدة والأمام محمد صلاح والنقلة يا سلام ألكسندر أرنولد يتقدم للأمام الهجوم الآن ماني حول منطقة الجزاء ماني يلعبها لفيرمينيو والتسديدة وإلى خارج أرضية الملعب ظاهر وصلاح وماني يو صلاح يحاول ويعبى تأبى له الكرة تأبى له الكرة يا دوب ما تمينا الكلام فكاد يوثق على الهدف الثاني ويوثق على نقله في الامام وعرضيه سلام على الكره الركنيه وكره داخل منطقه الجزاء ملعوبه الكره هنا امامنا وكره ملعوبه داخل منطقه الجزاء والابعاد ممتاز حاول الحفاظ على الكره ماني بتمريره ومحاوله مسار القائمه والتسديده للاحياء يتعامل الفردية العرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء وتمر مباشرة حقيقة إلى خيال حق الخيال الذي نراه أمامنا ما شاء الله هنا التسديدة والكرة إلى أحضان حارس المرمى إلى أحضان حارس المرمى لقطة كانت موجودة أمامنا ومحسن على المرور وتقدم التمريرة داخل منطقة الجزاء يا سلام لمسة وتسديدة ولكن جمال اللوح وعدت اللقطة الماضية مرت وعدت الكرة منطقة الجزاء هنا التمريرة ملعوبة مورش يبحث عن التسديدة بعد ذلك وتصل مجددا العرضية والرأسية ماني يحاول المرور وهنا داخل منطقة الجزاء والكرة العرضية وإلى خارج أرضية الملعب كرة لمحمد صلاح يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء هنا العرضية والرأسية يا سلام طريقة لوفرين شوف جاي من الخلف وحامل معاها مال الهدف الثاني انطلاقة رائعة كمان هنا تقدم للأمام وماني ولكن تمر الكرة فيرمينيو يستخلص الكرة والانطلاقة في الأمام محاولة البحث عن تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب تبعد مباشرة عن طريق ماثيو ريان ونقلة في الأمام والمحاولة لتسديدة وإلى أحضان حارس المرمى كلاركنية وكرة تلعب داخل منطقة الجزاء الرأس تجال لعب ومحاولة للتقدم والتسديدة ولكن تصف الملعب تصل محمد صلاح محاولة التقدم مرمي الأول وانطلاقة صلاح مر داخل منطقة الجزاء ويا سلام سولانكي سولانكي يضعها في المرمى بكرة لا تصد ولا ترد هي كرة للاستمتاع فقط انطلاقة أمامية رائعة 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 من وجه الصعد للرد محمد صلاح مر في الأولى وتقدم في الثانية وقال لسولانكي هات متعنا ومتع نفسك بهذه التسديدة نقلة أمامية رائعة محاولة التقدم ماني ماني ماشي وين داخل منطقة الجزاء العرضية ولبعض نقلة في الأمام ومحاولة ومرت إلى خارج أرضية الملعب مرت إلى خارج أرضية أمامنا كرة باحثة عن كيال محاولة المرور والعرضية وركلة ركنية وكرة تلعب داخل منطقة الجزاء والإبعاد مباشر والانطلاق والكرة باحثة عن محمد صلاح صلاح بكرة أمامية داخل منطقة الجزاء الله 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 ضاع الكرة المرمى محمد صلاح والمحاولة الملعوبة داخل منطقة الجزاء روبرتسون يلعبها في الأمام ملعوبة استلام بجانب صلاح ولكن سقط وسقطت 93 2001 هنا صلاح داخل منطقة الجزاء
والعرضية عملت بصورة رائعة فاني حاول داخل منطقة الجزاء والأزرق حول منطقة ليفربول مرور بصورة ممتازة والعرضية لمن لا تجد حاولت المهارة بتمريرة والبحث عن كرة عرضية والرأسية من مورينيو كرة في الأمام حاول إلى سولانكي تمر مباشرة إلى ركل الشوط الثاني هنا محاولة داخل منطقة الجزاء صلاح يحاول أمامنا أمام أكثر من لاعب داخل ومحاولة ما زالت يا سلام على اللمسة والبحث عن الكرة العرضية تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء والعرضية بصورة جميلة محاولة المرور وألكسندر واحد اثنين والثالثة والبينية ملعوبة وين العرضية وخماسية والرباعية